بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات كورس الفوتوشوب المجاني المعتمد من نقابة المهندسين ونقابة التطبيقيين وشركة كرييتيف جروب. معكم منا درويش، والنهاردة ان شاء الله بإذن الله في المحاضرة الحداشر او الفيديو الحداشر هنتكلم عن حاجة اسمها ماسك. يعني ايه بقى ماسك؟ انا دلوقتي لو جيت هنا فتحت اي صورة زي مثلا وتكون الصورة دي، دلوقتي احنا لما كنا زمان بنحب ندلت السما دي او نشيل السما دي عشان نحط بدلها سما تانية، كنت كل اللي انا بعمله ان انا مثلا بجيب اي اداة سيلكشن كده، اعمل سيلكشن على السما دي كده بالشكل ده، وبعدين اجي افك اللير من الجنب هنا. قلنا اي صوره بنفتحها اوبن جوه البرنامج بنضطر نعمل عليها دبل كليك كده عشان نفتحها ونقدر ندلت منها، وادوس ديليت من الكيبورد كانت بتروح السما. بس انا كده اللي انا عملته ده بنسميه ديستراكتيف كومنت. يعني ايه ديستراكتيف كومنت؟ يعني امر مدمر لاصل الصوره، بمعنى ان انا دلوقتي خلاص شلت السما، قصتها ورميتها، فبالتالي انا ما اقدرش ارجع للسما دي في اي وقت تاني. لو انا حبيت مثلا بعد ما خلصت التصميم وعملت الايفكتس بتاعتي وكل حاجه وقلت بقى طب انا عايز ارجع السما دي تاني، خلاص راحت عليا، ما اقدرش اعمل كده الا بقى ان انا اشيل الصوره واجيبها تاني او اعمل بقى كنترول الت زد ارجع في خطوات كتير، فبالتالي انا ضيعت اصل الصوره كده. ايه بقى موضوع الماسك ده؟ قال لك لا، موضوع الماسك ده بيحل لي المشكله دي في انه بيقول لي بصي انت قولي لي انت عايزه تدلتي ايه وانا مش هدلته، انا هخفيه مؤقتا بحيث ان انت لما تحبي تظهريه تاني خلاص تقدري ان انت تعملي كده. طب ازاي؟ قال لك والله في الحاله دي لما انا باجي اعمل سيلكشن وادام انا قررت ان انا هعمل ماسك، السيلكشن ما يبقاش على الجزء اللي انا عايزه ادلته، السيلكشن يبقى على الجزء اللي انا عايزه اخليه يفضل موجود. بمعنى انا دلوقتي عايزه اشيل السما، فهي دي اللي انا هخفيها بالماسك، فيبقى السيلكشن مش على السما، يبقى على الجبل والارض اللي تحت دي. طب انا عايزه اقلب السيلكشن، اجي من سيلكت هنا وادوس سيلكت ايه انفرس، كده السيلكشن ما بقاش على السما. يلا بقى نعمل ماسك. اول ما اعمل ماسك هو يخفي لي السما دي. بصوا اهو الماسك فين؟ اهو تحت اللايرز هنا في كده مربع في نصه دايره، هو ده علامه الماسك. اول ما بدوس عليه السما اختفت. بس زي ما السما اختفت في حاجات تانية حصلت. بصوا جنب اللاير هنا طلع لي حاجه اسمها لاير ماسك. ايه بقى موضوع لاير ماسك ده؟ هو طلع لي قناع زي كده، القناع اللي احنا بنلبسه بيبقى قناع جنب اللاير. خلاص القناع ده اي حاجه عليه لونها اسود مختفيه هنا على الايه، على الصوره، اي حاجه لونها ابيض ظاهره هنا على الصوره. بمعنى لو انا جيت وقفت على الماسك، بصوا انا كده دلوقتي واقفه على اللاير كده، انا واقفه على الماسك ماشي. لو رحت جبت براش والبراش دي كبرتها بس كده شويه عشان نشوف ماشي، وانا واقفه على الماسك لونت باسود، ايه اللي بيحصل؟ بيخفي صح. طب لو جيت بقى قلت له لا لون لي بابيض، كده انا بلون بابيض، ايه اللي بيحصل؟ بيظهر الايه، اللاير معايا تمام. يعني هو الماسك بيفهم ابيض واسود، يعني انا مش لازم اكون اصلا عامله سيلكشن عشان اعمل ماسك، انا ممكن ارمي الماسك ده خالص. ها لما اجي ارمي الماسك هيقول لي ايه؟ ابلاي ولا ديليت ولا كانسل؟ كانسل يعني مش هيرميه، ابلاي يعني هيرميه بس هيطبق اللي انا مسحته واللي انا سبته بعد ما ارميه، ديليت يعني هيدلته وكان ما عملناش بيه اي حاجه، فانا هقول له لا ديليت، انا مش عايزه كاني ما عملتش اي حاجه. يلا انا دلوقتي عامله سيلكشن، لا مش عامله سيلكشن، بس اقدر اروح من الماسك هنا واعمل ماسك عادي جدا. طلع لي اللاير ماسك لونها ايه؟ لونها ابيض. لو انا جيت لونت ببرش سودا ايه اللي بيحصل؟ اهو انا ممكن اخفي من غير ما اكون عامله اصلا في الاول ايه؟ سيلكشن. بس في حاله ان انا عامله سيلكشن الجزء اللي انا كنت عامله عليه سيلكشن هو اللي هيفضل، الجزء اللي انا مش عامله عليه سيلكشن هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي هيختفي. طيب الماسك بقى بيفهم ابيض واسود بس ولا ممكن يفهم الوان تانية؟ قال لك بص هو بيفهم ابيض واسود وجري سكيل. بمعنى ان انا دلوقتي لو رحت جبت لون رمادي فاتح خلاص وبدات الون، هو بيخفي بس بسيط قوي، يعني انا شايفه الجبل وشايفه السماء وشايفه الارض والبيوت وكل حاجه صح. طيب لو رحت جبت جري غامق، ده جري هو غامق كده، هو ايه؟
بيخفي خالص اهو، بس انا برضو شايفه الجبل بس شايفاه خفيف قوي، ايه قرب ايه يروح كده. يعني هو دلوقتي الابيض بيظهر والاسود بيخفي والجراي، كل ما كان فاتح كل ما يظهر لحد ما يوصل لدرجه ان هو يبقى ابيض فيظهر بنسبه 100%، كل ما يغمق كل ما يخفي لحد ما يبقى لونه اسود يخفي بنسبه ايه 100%. طب ما انا ممكن اعمل او استغل الموضوع ده بشكل معين. تعالوا كده نفتح صفحه ايه فور ونفهم فيها حاجه كده على جنب، وبعدين نرجع هنا ايه تاني. لو انا كده فتحت انترناشنال بيبر وبعد كده جيت قلت ايه، بس تفتح هاجي هنا بقى على الجريدينت. شايفين الاداه دي اسمها ايه؟ اسمها جريدينت تول جنب الاستيكه. خلاص الاداه دي لو بصيت على الجريدينت فوق هلاقيه ماشي من الشمال اسود لليمين ايه ابيض. اللون اللي على الشمال هو اللي انا ببتدي بيه، بمعنى انا هرسم خط دلوقتي، انا طالعه بخط اهو. طيب الخط ده بيحود مني يمين وشمال، عايز يطلع خط مستقيم دوس شيفت. خلاص طيب انا ابتديت الخط منين؟ من تحت. ادام بدأته من تحت يبقى تحت هو اللي هيبقى فيه اللون اللي على الشمال اللي هو اللون الاسود. لو سبت ها الاسود فعلا تحت والابيض ايه فوق، ماشي جري 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 سكيل اهو من الاسود للابيض والجري سكيل في النص. طيب لو انا مشيت كده انا مشيت من اليمين للشمال يبقى اللون اللي على اليمين هو اللي هيبقى اللون اللي على الشمال فوق. ها الاسود فعلا جه فين؟ على اليمين. طيب من فوق لتحت يبقى هو بيقرا انا بدات منين يحط لي اللون اللي فين؟ اللي على الشمال. طب انا ممكن اعمل الشكل ده او الون بالجريدينت تول دي وانا واقفه على الماسك. ها لو انا لونت وانا واقفه على الماسك دلوقتي كده من تحت لفوق يبقى الاسود هيبقى تحت والابيض هيبقى فوق، يبقى اللي تحت هيختفي واللي فوق هيظهر واللي في النص هيبقى فيه ما منهم ايه تدرج كده. ها لو سبته فعلا اللي تحت اختفى خالص، اللي فوق ظاهر بنسبه 100% واللي في النص ايه ماشي بالتدريج. واحد يقول لي لا بس انا مش شايف، يعني انا في حاجات تحت كتير كده انا مش شايفها، هات صوره تانية حطها ورا دي تشوف. لو انا قلت فايل بليس وجبت اي صوره وقلت الصوره دي بس اكبري كده شويه علشان تملالي المساحه، ورحت منزله اللاير دي تحت دي، ها ايه اللي حصل؟ احنا شايفين فعلا البيوت وشايفين الجبل وشايفين النجيله، ها اخر حته تحت في اللاير هي اللي انا ايه مش شايفاها او مختفيه بنسبه 100% لان كان لونها اسود بنسبه 100% على ايه؟ على الماسك. طيب والصوره دي ظاهره من دي بتدرج كده، حتى شايفين هنا في لايتس كده بدات تظهر جوه الايه؟ جوه السماء. يبقى انا ممكن استخدم الماسك ده في ان انا ادمج صور بالشكل الايه؟ اللي احنا شايفينه ده. طيب في تطبيقات كثيره جدا على الماسك ده ممكن ان هي تفيدني، يعني انا ممكن مثلا اكون هعمل اي حاجه من 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 الصور اللي بنسميها مثلا ايمج مانيبيوليشن، وان انا عايزه ادمج صور مع بعض علشان اطلع اشير راس واحد واحط ايد مش عارفه ايه الكلام ده. لما باجي بقص بستخدم الماسك. طب لما اجي برضو اعمل خدعه مثلا وليكن تعالوا نعمل اي حاجه كده مع بعض سريعا، لو قلت فايل نيو وفتحت انترناشنال بيبر اهو وقلت لها من ايمج، قلت لها ايمج روتيشن ولفي 90 درجه، ورحت جايبه اي صوره فايل بليس اهو، وجبت صوره مثلا ميسي ده ماشي. انا كده جبت ميسي، يلا تعالوا نقص ميسي ده كده الاول. انا ما اقدرش اقص ميسي ده طبعا باي اداه تانية لان هو مثلا شعره اسود ولون الجمهور ورا اسود، فما فيش اي اداه هتقدر تقرا لي الفروق الالوان دي غير البين تول بس. فانا دلوقتي هقص ميسي كده سريعا.
احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين ميسي ده بيجري صح؟ عايزين نبين ان في اجزاء منه بتتطاير كده. ده نعمله ازاي؟ هنستخدم الماسك دلوقتي اللي احنا لسه شارحينه، نعمل الموضوع ده. ماشي، هدوس بقى كنترول انتر واعمل سيلكت انفرس. وقلنا اي صوره بنعمل لها بليس جوه التصميم بتيجي سمارت اوبجكت، ما ينفعش ادلت منها. فممكن اعمل رايت كليك واقول له ايه راسترايز لير وادلت الكيبورد، وبعدين ممكن ادخل من هنا وايه وادلت الحته الزياده دي برضو. تمام كده انا قصيت ايه ميسي. دلوقتي بقى انا هاخد كوبي من ميسي ده، كنترول جي اخد كوبي منه، والكوبي اللي تحت هعمل لها كنترول تي واعمل لها ديستورشن كده. تمام، هخفي بقى اللير اللي تحت دي مؤقتا. تمام، وبعد كده هاجي على اللير اللي فوق واروح عامله جنبها ماسك. لو انا جيت دلوقتي فهمت على جنب كده البراشز بتشتغل ازاي، تعال نفتح انترناشونال بيبر كده نفهم فيها البراش. لو انا مسكت البراش كده، هي البراش دلوقتي لما انا برسم بيها كده، بس اقول لها بس انا مش عايز يبقى فيك اي فيزر، يجي من هنا كده اقول لها الهاردنس بتاعك 100%. لما انا ارسم كده، لو انا قربت كده من البراش هكتشف ان هي مش بترسم خط، هي بترسم مجموعه دواير جنب بعض. ليه؟ عشان والله الاداه على شكل دايره. طب لو انا فتحت كده من ويندو وقلت له هات لي البراش او البراش بريسيتس، تمام، ها اللي تحت ده بريفيو لمين؟ للبراش بتاعتنا. لو انا جيت هنا قللت السبيسنج بالشكل ده ورحت رسمه خط تاني، دلوقتي ما بقاش فيه الدوائر دي. ليه؟ لان انا خليت السبيسنج ما بين الدوائر زيرو، فبالتالي بقى بيرسم ايه خط. طب لو انا زودت السبيسنج قوي كده، تمام، ورحت رسم خط تاني، يحصل ايه؟ يرسم لي دوائر بعيده خالص عن بعض. كل ما بعدهم كل ما الدوائر ايه بتبعد عن بعض. طيب لو انا جيت هنا عند الشيب داينامكس هلاقي عندي حاجه. شيب داينامكس يعني ايه؟ يعني ان الشكل يبقى متغير. فعندي حاجه هنا اسمها سايز جيتر، يعني انا مش عايزه كل البراشات اللي انت بترميها دي تبقى كلها نفس الحجم. كل ما ازود في السايز جيتر بصوا بيبقى فيه صغير وايه وكبير. لو انا جيت دلوقتي ورحت رسمه كده، ها مش كلهم زي بعض صح؟ طيب في حاجة هنا اسمها مينيمم دايامتر. مينيمم دايامتر ده يعني بيقول له أصغر دايرة فيهم تبقى قد إيه؟ أمال أكبر دايرة بنحددها منين؟ من السايز اللي هنا. السايز ده هو اللي بيحدد لي أكبر دايرة، إنما السايز اللي هنا بتاع مينيمم دايامتر ده بيحدد لي أصغر دايرة تبقى شكلها عامل إزاي. لو أنا جيت رسمت أهو، تمام؟ طيب أنجل جيتر يعني تقعد تلف يمين وشمال، طب هي هتبان مع الدواير؟ لا. طب لو أنا جيت هنا ورحت عامله الدايره كده خليتها كده، تمام، تعالى بقى نعمل لها هنا انجل جيتر، يقوم يحصل ايه؟
كل واحدة تبقى لفة عن التانية كده. لو انا جيت زودت السبيسينج من هنا ورسمت بعدتهم ايه اقل، طيب ممكن هنا اجي اقول له السكاترينج بقى. دلوقتي انا لما باجي ارسم كده ماشي بيرسم لي خط من الايه من البراش دي، لو انا عملت سكاترينج كده هتلاقي ان البراش دي بدأت تنتشر كده، تمام؟ ده كده ايه اللي احنا هنستخدمه في المثال بتاعنا. طب لو انا رجعت هنا تاني لميسي بقى ووقفت على الماسك وقلت له بص انا عايزه ايه يرجع الراوندنس بتاعها 100% تاني كده، تمام؟ وقلل لي السبيسنج كده شويه وهلون على الماسك باسود بالبراش دي كده، هو بيعمل ايه؟ كده هو بيخفي، بس هو ده مش اسود، ده مش اسود كده، ده كده اسود. لو انا جيت لونت كده اهو كده بيخفي بنسبه ايه 100%. في حتت كتير في ميسي بدات تطير اهو وتبان الابيض بتاع الباك جراوند، صح؟ تعالى بقى امسك ميسي اللي تحت ده واظهره واعمل له ماسك تاني. اقف على اللير دي كده واعمل لها ماسك تاني. الماسك بقى المره دي انا عايزاه يبقى لونه اسود، يبقى ميسي ده مختفي بنسبه 100%، والحتت اللي طارت من ميسي دي هي اللي انا هعملها هنا باللون الابيض علشان ايه تظهر. فانا عشان الون الماسك ده بلون اسود هدوس الت باك سبيس الون بالفور جراوند كلر، وبعدين اقف على الماسك ده وابتدي الون بالايه بالابيض. اجي كده بقى كده كأن الاجزاء اللي طارت من ميسي راحت فين؟ طارت بعيده، تمام كده؟ دي خدعه مثلا او ايمج او نوع من انواع الايمج مانيبيوليشن. ممكن انا اجي بقى هنا على الباك جراوند واعمل لير ستايل واعمل للدوائر ديت دروب شادو والكلام ده، لسه احنا ما خدناش اللير ستايل. طب وانا في اللير ستايل بعد كده في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله، ونشوف ازاي ممكن نخلي الموضوع ده مور رياليستيك. منتظراكم.